من جهتها، وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا هاما يتضمن إجراءات جديدة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا، وتقرر غلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبانية والترفيهية إلى غاية 5 أفريل المقبل، إضافة إلى تأجيل كل المنافسات الرياضية ودورات الكؤوس في جميع التخصصات، كما تم تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب والمهرجانات، المعارض والصالونات على المستوى الوطني، زيادة على تأجيل كل الجمعيات العامة لهيئات التنشيط الرياضي، واستثنى هذا الإجراء الرياضيين المتأهلين إلى ألعاب طوكيو 2020 والرياضيين المعنيين بالدورات التأهيلية للمحفل العالمي.